متابعي بنكير في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة نتابع فيها آخر المستجدات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الأسواق، والبداية دائما بالعناوين. مع هدوء الأسعار خبراء يرصدون مصير الذهب خلال الفترة المقبلة. مجموعة طلعت مصطفى تقتنص تنفيذ مشروع سكني بالسعودية بقيمة 40 مليار ريال. المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. البنك التجاري الدولي يشارك في قمة المناخ الإفريقية 2023 بالعاصمة الكينية. انتهت العناوين، وإلى تفاصيل الأخبار ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. أهلا بحضراتكم مجددا. تشهد أسعار الذهب استقرارا خلال الفترة الحالية في السوق المحلية، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مع استقرار الأسعار في البورصات العالمية. كما قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة العامة للذهب باتحاد الغرفة التجارية إن الأسعار تشهد حاليا استقرارا في السوق المحلية خلال الفترة لتتراوح ما بين 2200 و2250 جنيها لعيار 21 العيار الأكثر شيوعا وانتشارا في السوق المصرية، إذ لم تطرأ أي تغيرات على الساحة المحلية والعالمية. وأوضح أنه من الممكن أن تستمر حالة الاستقرار حتى نهاية العام الجاري في ظل هدوء الأوضاع محليا وعالميا، مرجعا حالة الاستقرار النسبي إلى استقرار سعر صرف الدولار، لافتا إلى أنه من الصعب أن تتراجع الأسعار عن مستوى 2000 جنيه لعيار 21، ولكن قد تصل إلى 2150 جنيها لعيار 21. ومن جانبه قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن أسعار الذهب تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، متوقعا مزيد من التراجع حال مد مبادرات إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة أن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخرى. كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع المدينة السكنية المزمع تنفيذها شرق العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تبلغ 40 مليار ريال. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن المدينة سيتم إقامتها على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، خصص منها 40% مساحات خضراء وشاسعة. بحثت دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق ببرامج التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023 وحتى 2027. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، عقد اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وكذلك القيادات والمسؤولين من الجانبين. شارك البنك التجاري الدولي مصر CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر في قمة المناخ الإفريقية لعام 2023 والتي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي، وقد حضر عدد من قيادات البنك جلستي نقاش خلال فعاليات القمة لعرض التحديات المناخية المتنوعة والأكثر تأثيرا على المنطقة بأكملها، وذلك في إطار الخطوات التمهيدية لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ القادم COP28. وينطلق البنك التجاري الدولي CIB بخطوات منهجية راسخة لتعزيز التمويل المستدام وكذلك التمويل المناخي، بما في ذلك تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع المناخ في القارة الإفريقية، كما يحرص على تعزيز عملياته المصرفية داخل السوق الإفريقية من خلال بنكه التابع له بالكامل في الجمهورية الكينية. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطيات أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.